انا كورسات انجليزي وانا مش كورسات مش كورسات. انا عارف ان انت ما عندكش كتاب، يعني الطالب كل مره بيجي ينطق ويسمع ساعتين من غير اي كتاب يعطله، وعامل سينما تخلي الطلبه تنطق انجليزي زي الافلام الاجنبي، بس برضه عمرك ما هتعرف تديهم شهادات معتمده زي اللي انا حديها لهم. بس 98% من الشركات بتتجاهل شهادات الانجليزي وبتعتمد بس على الانترفيو. يا باشا هم عايزين الشهادات المعتمده. طب كلمه شهاده معتمده ليه بتضحكك؟ علشان هم عايزينها.